اهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود لنستكمل بقيه محاور هذه الحلقه مع كل من ابراهيم دشتي والدكتور فيصل مناور. وعلي، لك تغريده في تاريخ 13 يناير تقول فيها ان شباب موجهه لشباب الحراك، تقول شباب الحراك منكم من حكم عليه بالسجن، ومنكم من هو ملاحق قضائيا، ومنكم من يواجه قوات الامن الان، ونوابكم يتفاوضون بالسر للعوده لمقاعدهم. يعني هذا مرتبط في مسألة الشباب والحراك ويعني دخولهم في الكثير من القضايا. الآن نواب الأغلبية لم يدخلوا هذا البرلمان الذي تقول بأنهم كانوا يتفاوضون، فش اللي حصل؟ يعني هم كانوا مؤمنين بقضية ما لهم شغل بالنواب. سبحان الله، أنت أخذت التغريدة وكأنك أجيب على بداية حديثي في اللقاء يوم قلت أنا ما سمعت خبر، قلت لك لا أنا غرت فيها، هذه من ضمن التغريدات اللي أنا غرت فيها. نعم، كان هناك أربع نواب من كتلة الأغلبية من غير ما أسميهم، كانوا في اجتماع مع كتلة العمل الوطني من أجل أن تكون هذه أنت عرفتها منين؟ يعني تسريبات ولا شلون؟ تسريبات من داخل المعارضة، يعني في النهاية احنا في مجتمع كويتي، ممكن يكون أخوك بالمعارضة وأنت في الموالاة، وهذه موجودة يعني. حلو. فبالتالي حاولوا أن يدخلون كتلة العمل الوطني كوسيط، وطبعا أهما أنا أعتقد في هذه الفترة استشعروا أن هم في موقف ضعف، في موقف محرج أمام قواعدهم، وإلى الآن هم في موقف ضعف. الحين تفاوضوا؟ لا، الآن أنا أتوقع يعني خلاص الظرف الميت حرام، يعني أصبحوا هم خارج اللعبة السياسية. وعودتهم أنا باعتقادي رأيي الشخصي أن السلطة ستساهم في إحيائهم. السلطة ستساهم. ليش؟ في معارضة شرسة في المجلس، مو قضية معارضة شرسة، أنا أتوقع هذه لعبة منهم سلم البراك المجلس الحالي، لعبة الكراسي. والسلطة تستخدم كل الفرق والتيارات. لاحظ حتى ولاءات السلطة في فترة من الفترات في البدايات كانوا مثلا الشيعة والقبائل موالين للسلطة، أصبحوا بعد 81 الشيعة معارضين، الآن القبائل معارضين. في السياسة لا صديق دائم ولا عدو دائم، لغة المصلحة هي الغالبة. فهم بحاجة إلى مخرج، والآن قد يكون المخرج القادم لهم هو أن يقر المجلس 5-2. فأنا أتوقع إنهم خمسة باثنين، بس ما في مفاوضات. ما في مفاوضات. مصادرك تقول أنا حسب معلوماتي وحسب قراءتي للساحة المصالحة قادمة، وفي مؤشرات عديدة كثيرة في اتجاه المصالحة. أنا شخصيا أتمنى عودة الأغلبية، أختلف معهم إيه نعم، ولكن في النهاية وجودهم أنا أعتقد وجود معارضة على الأقل يكون هناك نوع من التوازن في العمل، لأن أنت في النهاية لابد تنشد الصالح العام. الصالح العام أنا أتوقع الآن يفترض أن أنا أتكلم خطابي يمكن للقواعد وليس للقيادات، لأن أنا على تحفظ على قيادات يمكن أغلب الفريقين، ولكن أنا مؤمن أن قواعد أغلب الفريقين هي قواعد تبحث عن الصالح العام. حلو، طيب. بختمها بس بجملة عشان تنتقل حق أبو حمد. أنا خطابي حق قواعد أن بالفعل يفترض أن يكون عندهم خطاب مشترك يتبنى قضية الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح السياسي ينعكس على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. طيب، احنا في إطار ذات الإطار هو الشباب، لك تغريدة في 30 أكتوبر 2013 الشهر الماضي تقول فيها وزير الشباب لواء متقاعد، مدير هيئة الشباب لواء متقاعد، ويقولون أن الشباب هم سواعد نهوض هذا البلد. هناك من يقول كما يعني ذكر أستاذ إبراهيم أن الشباب هم اللي يعني ماكلينها في الحراك في المعارضة. تنتقد أنت الآن في تغريدتك مسألة أن كبار ومتقاعدين، ومن يقود المعارضة هم كبار وقد يكون بعضهم متقاعدين. طيب، هو مثل ما قلت لك، يعني المشكله اللي موجوده ان اختزال المعارضه في مجموعه الاغلبيه. مو انتم تختزلون الموالاه في مجموعه من النواب داخل المجلس؟ لا، احنا ليش؟ مو بس شي الموالاه، حتى في الشارع في موالاه، وتكلمنا احنا في قضايا كثيره وتناقشنا معاهم وتفاهمنا معاهم وحوارات في تويتر كثير من الامور، لكن احنا قاعد نتكلم عن معارضه، عمره قطاع الموالاه ما يكون بحجم قطاع المعارضه. قطاع الموالاة قلة صغيرة متمصلحة يكون لها تأثير على السلطة، فيكون في بينهم تبادل منفعي، فواحد من الشارع. وهذه التهمة ترى ممكن تلقى على المعارضة، ممكن، عرفت شلون؟ لكن أنا أتكلم إن أنا موالاة في ظل حكومة عدم إنجاز،
في ظل حكومة غير مستقرة، في ظل خطة تنمية تفشل، شنو السبب اللي أنا أكون في موالاة؟ طيب كيف شلون راح يعني تعيدون إحياء هذا الحراك الميت كما يقول الأستاذ إبراهيم؟ بس خلني أكون معاك بس في نقطة مهمة. أنت قاعد تتكلم عن الشباب، وعلى الفكرة يعني أهم نقطة لازم تعرفها أن الشباب هو التحدي أمام السلطة، وليس كبار السن أو ليس يعني السياسيين التقليديين اللي موجودين. يعني أنت قاعد تتكلم عن شباب متعلم، تتكلم عن شباب متأثر بالتجارب الخارجية، ديمقراطيات بريطانيا وأمريكا ويرى ماليزيا ويرى التقدم اللي حصل في سنغافورة في الأمور هذه. تتكلم عن شباب يفهم، وسائل المعرفة صارت بيدك بتليفون، عرفت شلون؟ تتكلم عن شباب يعي، هذا اللي يعي ميت يعني على حد وصف ابراهيم دشتي يقول ان حراككم مات يعني ماشي رادك انا واحده واحده، عرفت شلون؟ ال- 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 المشكله ان الشباب يعي هالامور. يعني انا ما اتوقع ان مجموعه من الشباب اذا قبلت في يوم من الايام تكون في منصب وزاري، ما اعتقد انها تقبل بالسياسات الموضوعه حاليا. يعني راح يكون في تصادم داخل مجلس الوزراء مع الشباب هذيل، افكار ما يتكلمون عن قضية التسامح، يتكلمون عن قضية الحوار، يتكلمون عن قضية المعرفة، في أشياء كثيرة قاعد تكلم عنها. في وزراء شباب، في عندك محمد عبد الله المبارك، في سالم لذينة، في نايف الحجرف، هذول شباب في الحكومة، يعني شو اللي تغير؟ في امتزاج بين الشباب وبين كبار السن. يعني لا قصد يعني أنتم تقارنون مسألة أن الوزراء كهول أو كبار في السن. لا هذه ترجع للمنظومة نفسها. طيب يعني المجاميع اللي انت حضرتك تكلمت عنهم هذا لا يؤمنون في 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 قضايا الحكومه المنتخبه وقضايا الاصلاح والتطوير. نفس ما قلت لك، الولاء للذي عين وليس للشعب اللي ما له دور في التعيين، خلينا نكون واضحين. لكن السؤال الحين اللي قلت لي اياه ان الحراك مات، انا اقول لك الحراك ما مات. ليش مات الحراك؟ الحراك موجود في مختلف الاماكن، موجود في البيت، موجود في طرح في طرح القضايا السياسية الكلية، في موجود في طرح القضايا السياسية الجزئية، الحراك موجود بقوة في شبكات التواصل الاجتماعي، الحراك في الديوانيات والحديث الدائم عن تقييم أداء الحكومة، نجده بالصحف، نجده في الكتابات، نجده في حملة ناطر بيت، نجده مو موجود على أرض الواقع يعني كله في العالم الافتراضي. ثواني بس، نجده في الجامعات، في النقابات، في كل مكان موجود الحراك. لكن المشكلة أن لما يكون في تحليل سياسي الحراك خلاص مات. طيب الحراك السياسي في مصر في ثورة 25 يناير كان موجود وطول في تفاعلات وفي تفاعلات في تفاعلات لين جت الوقت اللي اختاروا مناسب ونجحوا في ثورتهم. وهذا أنا مو قاعد أتكلم عن 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 ثورة في الكويت، أنا قاعد أتكلم عن التفاعلات اللي سبقت. الحراك السياسي أيضا في الكويت اليوم يمر بموجات، تجيك موجة قوية ترفع في هذا الحراك، تنزل موجة تكون ينزل الليمت شوي، تنزل وترجع تعلى، وبسبب القضايا والتفاعلات السياسية راح تلقى الحراك هذا شوي 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 يرجع. حتى القضايا ترى تغيرت، يعني الآن كنا مركزين على الحكومة المنتخبة وكنا مركزين شوي، الحين حتى القضايا قامت تتكلم عن قضية إسكانية، قضايا نوعية تفضح الحكومة وإنجازاتها وتخاذلاتها. يعني أقول لك شيء، رقم يضحك، أقسم بالله يا قسم بالله أنك رقم يضحك. اليوم الكويت تخيل، اليوم الكويت عندها في صندوق السيادي الخاص بالاستثمارات 400 مليار دولار، وعندها فائض في الموازنة العامة قيمته 20 مليار دينار كويتي. شنو هالأرقام هذه تمثل؟ تدري شنو تمثل؟ تبني 28 دولة مثل موريتانيا بالمبالغ هذه، تبني 10 دول مثل الأردن، وتبني 4 دول مثل اليونان، وتنقذ أوروبا من أزمتها الاقتصادية. زين. دقيقة بس دقيقة، والبلد عندك تغرق بشبر ماي. طيب بس ثواني، يعني القضايا هذه يعني شوف القضية اللي أنا قاعد أتكلم لك إياها، هذه قضايا نوعية بدأ الحراك، شباب الحراك يتناولونها ويتكلمون فيها ويطرحونها. الحراك موجود بعجالة يعني شنو موقفكم؟ يعني أبو علي يقول أن نوابكم يتفاوضون بالسر وانتم اللي ماكرينها في مسألة القضايا ومش عارف ايش. القضية اذا كان في تفاوض في السر من مجموعة ولا شيء ولا كذا، هذا امر راجع لهم. لكن انا على حسب يعني اللي نسمع عنه، يجب ان يكون في اساسا حوار، يجب ان يكون اساسا حوار عام شامل لحل القضايا، يكون معلن. لكن اذا في خلف الكواليس ماشي، اذا في يعني ما معني انا ما يعني ما عندي تفاصيل دقيقة عن الموضوع هذا،
يعني لوضع صفقه سياسيه، لكن في النهايه انت تتكلم عن يعني ممكن تفاجئون بصفقه سياسيه يعني. ما تدري يعني، ما تدري الاحداث والمتغيرات، تفاعلات سريعه ما تدري. يعني انا قاعد اقول لك في ناس قلبت بثلاث ايام، ما تدري. واحد يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب. ما تدري، لكن انا افترض حسن النيه في الحراك ومكوناته. وايضا ارد واقول لك ان الحراك يمر في موجات، قد تكون هذه الموجه منخفضه شوي، لكن بسبب فشل الحكومه في بناء الدوله وفي نهضتها وفي تناقضاتها، اتوقع انه راح يرد الحراك بشكل قوي، ويمكن تتلمس هالكلام هذا والتفاعل الشعبي اللي صار في قضية استجواب العدساني، ممكن ان هذا يعطيك سنس ولا مؤشر على الموضوع. أوكي. هذا اوكي اصبح دوار. ابو علي لك تغريده في 8 يناير تقول فيها لو صحت ادعاءات المعارضه بانهم مسلوبين الكرامه ويريدون اعادتها، فالمشكله ليس بمن سلبهم الكرامه بل بتنازلهم عن كرامتهم. من تنازل عن كرامته؟ طبعا في بداية استاذنك بس عندي فضل. شويه تعقيب من ثم أنا واحد من الناس يمكن تكلمت لو كان الحراك شبابي راح أكون أنا جزء منه، ولكن لو كانت القيادة للحراك هي للنواب وبعض الرموز فأنا لن أكون مع هذا الحراك. وبالفعل حاول الشباب أن يخلقون حراك شبابي ولكن عجزوا أن يحضرون معهم مجاميع في ساحة. أنت مع يعني السؤال اللي راح يطرح، أنت مع المبدأ احنا مع الأشخاص؟ لا أنا راح أجيك، احنا مع المبدأ، ولكن أنا ما تجيب لي شخص فاسد يتكلم على الإصلاح. المبدأ احنا موجودين عليه. هل الفاسد الفاسد اللي يدعو إلى الإصلاح وهو إيده غرقانة في مصالح، عفوا إيده غرقانة في مصالح مع الحكومة، فبالتالي أنا ما أنشد من هذا الشخص الإصلاح. شخص ما يؤمن في الديمقراطية، ما أؤمن أنا أن هذا يدعو إلى الإصلاح السياسي. يحمل شعار إلا الدستور، يحمل شعار إلا الدستور وبعدها بثلاث أربع شهور شعار تعديل الدستور. هم بعد نسأل أبو علي يعني هم بعد منطق سؤال منطقي مش أكثر. يعني الحكومة قاعدة تواجه حرب شرسة مع المعارضة في وقت من الأوقات، هل تعتقد بأن الحكومة كانت تخش فبلاويهم فضايحهم يعني؟ إذا كانوا فاسدين يعني حشتها للزمن يعني؟ لا لا إحنا لا الآن الحكومة تمشي مصالح الأغلبية أو المعارضة. والله يعني شلون ما في حرب بينهم يعني. إحنا لا هي في النهاية هذه سياسة، عملية مصالح، وخط العودة موجود. أوكي. إحنا الآن لما نتكلم على قضية الحراك مد وجزر، لا وين راح الجماهير كرامة واحد واثنين؟ ليش في آخر تجمع لهم في ساحة الإرادة ما قدروا يجمعون 100 شخص؟ ليش ما تتكلم؟ الجماهير انفضت من حولهم. تكلم عن الحق. انفضت من حولهم لأسباب كثيرة. نين نتكلم على القمع. بس أنا تكلم عن القمع. قول المعلومة صحيحة. في دولة لا لا لحظة حبيبي عنها. لحظة تكلم في المعاني الصحيحة ثواني بس عشان المشاهد. لا ما خاف عشان المشاهد لا يصل كلام في مشوه. الكلام إنك ليش ما تتكلم إن هذه الجماهير الشعب الكويتي شعب مسالم. مو شعب يحمل الأسلحة ويتصادم لما يشوف لما يشوف القوات الخاصة تضرب بالقنابل وبالمطاعات وتعتقل، وهذا أكيد راح يكون في نوع من الخوف. لا تختزل الموضوع والله أن المعارضة المعارضة فشلت. طيب فعشان كذي الناس والدليل والدليل النسب المتدنية في مشاركة في الانتخابات. خذ وقتك، قيس في معايير، حاول تربط. خذ وقتك يا أبو علي، خذ وقتك. إذا هذه المعارضة اللي مو قادرة في أول مواجهة استسلمت، فهذه ما تستحق. شنو تبي ننطق الشرطة؟ إذا هذه المعارضة ما تستحق تتبنى الإصلاح في البلد. تبي ننطق الشرطة؟ أنا ما قلت لك طق الشرطة. هذا هو المواجهة كان على طق الشرطة. لجأت إلى الشارع. لا انت قلت استسلمت. بس ثواني لأن السجائر أنت قلت استسلمت. استسلمت شلون؟ طقيت الشرطه اطق الشرطه ولا اسكت وامشي؟ فهم خليه يكمل هو يوصل. يلا تفضل وصل نقطتك. اقتحمت مجلس الامه، طبعا برروها انه هروب من الشرطه، ان هذا دخول وليس اقتحام. احنا الصور القضيه موجوده، الصور اللي شفناها في قاعه عبد الله السالم ما كانت ملاحقه من الشرطه. القضيه موجوده. لما اتكلم على وعي الشباب والى اخره، انا ما صراحه اسمع الكلام واشوف واقع اخر.
الشباب هم وقود المخرجات المجلس الأمة سواء كانت القبلية والطائفية والفئوية. للأسف أنا ما ممكن أقيس على نسبة 5 و10% من الشباب الواعين وأقول عندنا وعي شبابي في المجتمع الكويتي. قضية في بعض المفاهيم السياسية طرحت بطريقة ما هي صحيحة، إن قضية الموالاة هم قلة دائما في النظم السياسية، الموالاة هي الأغلبية، فبالتالي هي حكومة الأغلبية والمعارضة هي الأقلية. هذه في النظم الديمقراطية هذه تصحيح أخوي، هذه في النظم الديمقراطية. حتى عندنا هنا لا، أنت مو نظام ديمقراطي، أنت نظام منقوص. حتى يفترض عندنا هنا في الرد لك الحق الرد يا أحمد، حكومة انتخبوها الناس. لا لا، رد أكلمك علميا، رد الحكومة انتخبتها الناس. خلي الحكومة انتخبتها الناس. لا تقعد تشوه المعلومات للناس. أنا سجلت الملاحظات وفي وقت قاعد أجاوب، بس خلي تشوه المعلومة للناس. محمد خذ وقتك وجاوب. لا تشوه المعلومات، خلا انت رد، انت راجع دور عندك رد. المعلومات قاعد تشوه، رد لا ما يجيك الدور. من يملك 26 في قاعة عبد الله السالم هم الأغلبية، هم اللي قادرين يديرون زمام الأمور في قبة عبد الله السالم، لأن يقدرون يسقطون حكومة. فبالتالي لغة الأرقام الديمقراطية النص زائد واحد حكم الأغلبية، هذا مفهوم ديمقراطي. متى ما اختل هذا المفهوم، هذا مفهوم من اختلت الديمقراطية، هذا مفهوم من القرن 18. ترى مفهوم الديمقراطية تحول خلال 100 سنة. مفهوم هذا قاعد مفهوم لا زال، المفهوم قاعد تتكلم فيه من 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 القرن 18. هذا مفهوم لا زال ساري. لا مو لا زال ساري، لا زال ساري لمنقصين فهم موضوع الديمقراطية. الكرامة اي، انت لك نعود الى التغريدة، كان لك تغريدة 8 الدستور يمكن راح الوقت طويل. 8 يناير 2013 قلت لو صحت دعاوات المعارضة بأنهم مسلوبين الكرامة يريدون إعادتها، فالمشكلة ليس بمن سلبهم الكرامة بل تنازلهم عن كرامتهم، بل بتنازلهم عن كرامتهم. يعني منو اللي تنازل عن كرامتهم؟ أنا حقيقة يعني قضية مصطلح البحث عن الكرامة، يعني هذا منو اللي قال بحث عن كرامة؟ المطالبة في كرامتنا وإلى آخره، والشعارات اللي انقالت في شعار كان في كرامة وطن مو كرامة. لا لا، حتى في خطاباتهم، في خطاباتهم أبو مساعد، يعني يا ريت حتى نكون دقيقين، في خطاباتهم تحدثوا على الكرامة والبحث عن الكرامة والمطالبة على الكرامة. الدستور عطى كل الضمانات لكرامة المواطن الكويتي وعطى كل الحريات، والدستور هو اللي الدستور هو اللي يطلق الناس بمطاعات. فبالتالي لا ما يخالف، عفوا القضية أنت عندك أطر قانونية، أنت بتطلع مسيرة، بتطلع واخذ ترخيص. أنا مثل ما انتقدت حادثة الرميثية لأنها قضية مبدئية بالنسبة لي، وانتقد حادثة الرميثية، أنت الآن تنتقدهم وأنت تروح تدافع عن الفريق الآخر، ما يصير. هي قضية مبدأ قانونياً، ما في سند قانوني. قضية من أي ناحية؟ ما في سند قانوني. ليش راح قدم ترخيص وليد الطبطبة؟ ما لي شغل أنا باللي قدم الكلام. هل في سند قانوني لمسألة تقديم؟ يعني إحنا طرحت هذا الموضوع وأشبع. أنا ما ودي، لأن أنا بالفعل قاعد أتكلم على قضايا صار لها سنتين. لا لا لا، أنا كان ودي أن تكون. أنت هذا في يناير 2013. لا أنا أدري، بشكل عام أنا كان ودي قراءتنا تكون للأحداث الحالية والمستقبلية. لأن أنا حاضر مرتبط ولو نعم، بس إحنا للأسف غلب على حديثنا هو الماضي وليس الحاضر. الماضي هذا التفاعل مستمر. تفاعل ما عاد. تفاعل مستمر. طيب منو زين، منو أبو علي منو اللي تنازل عن كرامتهم وكيف تنازل؟ أنا أعتقد من طالب أو رفع هذا الشعار هو بالفعل يقر أنه هو تنازل عن كرامته ويبحث عنها. أوكي. وأنا أعتقد أعتقد هو كان يفترض قبل لا يرفع هذا الشعار يعرف شنو معنى هذا الشعار. وهذه أوكي. مشكلتنا مع الفريق شو اسمه، خلينا نقول المعارضة، رفعوا شعارات لا يعون معاني أغلب هذه الشعارات. وحتى هم في فريقين، في فريق مع الحكومة الشعبية وفي فريق ضد الحكومة الشعبية، في فريق ضد الأحزاب، في فريق مع الأحزاب. أنت ما تعرف هم مو فاهمين شنو أنت ما تعرف شنو مطالبتهم. أوكي. أوكي. وين بادين وين رايحين؟ بس أنتوا إحنا ما نفهم شيء. لا مو أنتوا هذا يمكن هذا كلام الأخير. بس لا، الفكرة أنكم أنتوا مو عارفين شنو تبون. يعني حتى مسألة الكرامة أنتوا متنازلين عنها. يعني لا أخوي إحنا عارفين إيش نبي. ترفعون لا مطالبات قد لا تعون حتى ما تعني. خلني بس نتكلم بس بصراحة شو لما قال بس عن قضية النظم. أكيد نتكلم بصراحة. لا الحين في أشياء راح تكون الحين لما نتكلم عن النظم الديمقراطية، أن الموالاة أكثر لأن الحكومة تكون واصلة شعبيا، هذا مو عندنا. فالمفاهيم نحاول نحددها، لأن الحكومات خارج يعني في الدول الديمقراطية تنتخب،
فيكون معها أغلبية الشعب والمعارضة تكون قلة. لكن في الكويت الميزان معكوس، كانوا 34 أو 35 موجودين في البرلمان في ظل حكومة لا نشارك في اختيارها، فأين الأغلبية هنا ولا هناك؟ فلما تكون في تحديد مفاهيم وتقول إن المعارضة مضيعة مفاهيم أخ إبراهيم، حاول تراجع نفسك بس في القضية هذه وأنت تعرف المفاهيم وين قاعدة تضيع. النقطة الثانية، لما تكلمني في إن المعارضة ما تفهم، أنا ناقشت في مناظرات اثنين من أعضاء البرلمان الموالين تماما، إنزين، في برامج التلفزيونية اللي طافت، موجودين في قناة، موجودين في اليوتيوب. طيب أسألهم، هذا من فريق الموالاة، التنمية والتنمية وقوانين أسأله شنو معنات التنمية، موجود افتح على اليوتيوب وشوف، أسأله أقول شنو معنات التنمية، ما يعرف، فالمفاهيم ضايعة عند نواب الموالاة مو عندنا. أقول له شنو التنمية، في نواب، أقول له شنو التنمية، يقول لي لا تنظر، أقول له أنت قاعد تتكلم في التنمية، أقول أنت قاعد تتكلم في التنمية شنو معناتها يعني، يعني لا بس دكتور يعني بالمنطق، يعني انت بتناظرني انا عضو مجلس عمال الان وتجيني مع احترامي كامل بتقول لي طيب انت شنو التنميه، بقول صراحه خلاص يا في بالي بقول هذا يستهزئ فيك، خلاص يا اخي مع احترامي الشديد لك، واصل مجلس امه، لا 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 واصل مجلس امه، في ناس شهاداتهم متدنيه واصل مجلس امه، في ناس امور كثيره، لكن لما انت تجي وتقول لي والله هذا يستهزئ فيني، لا انت ما تفهم شنو معنات مفهوم التنميه، قاعد تتكلم في كلام انت مو فاهمه، ولما تقول هذا يستهزئ فيني انا اعتبره ضعف، انا اعتبره ضعف، والله اعتبره ضعف، هذا تحليلك انت بس، هو دكاتره، هذا مو تحليلي، هذا موجود على اليوتيوب روح شوفه، لا قصدي تحليلك انك انت هو تعتقد انه ما يعرف التنميه، ممكن يعرف مساعد، والله ما يعرفون، والله الشعب لا يقرا، والله تحلف انت، والله جزء لا يقرا، والله جزء لا يقرا، جربتهم في المناقشات يا اخي ويتكلمون في المفاهيم كانهم علماء فيها، ولا ما يعطيك لا تعاريف لا مفاهيم ولا شيء، فانت شلون قاعد بس ثواني، انت شلون قاعد تتكلم في قضايا انت ما تعرفها، لكن لما تقول لي عن الحراك والمعارضه لا تعيش ماذا تريد، لا اخوي احنا نعي، انت مشكلتك ان معاك مشكله مع الاغلبيه وقاعد تقول ان الاغلبيه ضايعه ضايعه، لا يبا انا واحد من الناس والشباب اللي قاعد اشتغل معاهم في اطار عارفين شنو هن، والحراك الشبابي عارف شنو هن، يبي تداول سلطه نفس ما انت قلت، يبي فصل حقيقي للسلطات، يبي حكومه منتخبه، يبي احزاب، يبي دور، يبي تفاعل او دور فعال للمجتمع المدني، نبي تسهيلات اقتصاديه، مو الاقتصاد مالنا حكرا على الخمس عوائل، نبي معالجه للقضايا والازمات بالحوار والتسامح، امور كثيره نبيها وحاطينها في وثيقه الاصلاح وبين لما كامن الخلل وبين مواطن الضعف والقوه، امور كثيره احنا لا احنا فاهمين اخوي، لكن انتم مشكلتكم ان دائما تنظرون لنا ما نفهم ولا نعي مضيعين ليش نعترض؟ ليش طالعين نعترض؟ كذي تدورون كرامه وانتم مو عارفين كرامته شنو كرامه؟ كاهي انا حاصرهم لك، اذا تبين اعطيك اياهم اعطيك اياهم. طيب بس 12 سؤال 12 يعني مطلب صريح يا ابو حمد، ابو حمد لحظه دقيقه سؤال، انتم جزء من شعاراتكم كما قال، جزء من شعاراتكم اللي حملتوها البحث عن الكرامه او حمايه الكرامه، شنو الكرامه هذه المهدره اللي انتم قاعدين تحمونها؟ يعني انتم تنازلتوا، هل انتم قبل بلا كرامه؟ لا لا لما تقصى ويحد ويتم تقويض رأي المواطنين في قضية المشاركة في اتخاذ القرار، هذا مو امتهان للكرامة؟ مو امتهان للكرامة الوطنية؟ لما يكون القرار منفرد ولما يكون في دوس في بطن الدستور في قضايا كثيرة، 67 تزوير انتخابات، 76 حل المجلس حل غير دستوري، 85 كذلك، 81 مرسوم ضرورة في إعادة تشكيل الانتخابات، تبطل مجالسنا، هذه مو كلها كرامة قاعدة تمتاز من كرامة الوطن كرامة المواطنين؟ أقل شيء يا أخي الدستور شلون قاعد نداس في بطنه كل يوم، أعطيك حادثة واحدة، شنو نص الدستور؟ أن الحكومة قبل لا تقسم أمام البرلمان تقدم برنامج عمل، هل في تاريخ الحكومة قدمت برنامج عمل قبل لا تقسم؟ ما في احترام للدستور، ما في احترام للأشياء اللي إحنا متفقين عليها، وكلمة إلا الدستور كانت في مرحلة معينة لما كان الموضوع في دوس في الدستور وعدم قناعة السلطة بهذا الدستور، واضح عدم قناعتها، حل البرلمان كم سنة؟ أنت قلت حل البرلمان كم سنة؟ 14 مجلس تشريع، أنا أقول لك من 99 إلى يومك هذا 12 حكومة، دقيقة 12 حكومة، عندنا 12 حكومة، عرفت شلون؟ 12 حكومة من 99 للحين عندنا تقريبا 13 أو 14 حكومة، في قضايا كثيرة قاعد نقول إلا الدستور احترم، الحين يبغى وصلنا لا نبي دستور جديد،
نبي تعديلات دستورية، نبي توسيع حريات، نبي تطور، هذا اللي قاعد ننادي فيه. لكن دستور جديد ولا تعديلات يعني؟ مو تعديلات دستورية مقدمة لإنشاء، يعني ما يصير أنت تقول والله نبي دستور جديد وأبي جمعية تأسيسية للدستور من غير ما تقرها دستورية. بس نقطة عشان الوقت، لا لا عجالة 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 والله رح أرجع. لا لا نقطة بسيطة عشان نقطة، لا لا لازم أوازن في الوقت، معلش محمد وعلي. انتم تطالبون او يعني انت قلت انهم منو انتم؟ كموالاه يعني كوجهه نظر قريبه قد تكون قريبه من الموالاه، يعني مو شرط موالاه كامله. لا انا يا ريت توجه السؤال لشخصي، انا ما امثل فريق ولا امثل تيار سياسي. صحيح لكنك طوال الوقت قاعد تدافع عنهم، فطبيعي يعني تكون قريب. لا مو طوال الوقت، انا معلش في نقاط معينه كنت انتقدهم فيها. اوكي أنا ابو علي ماشي مجرية. سؤال اذا كان وهذا بسالك اياه وانت كيفك جابوا طريقتك. يطالبون المعارضه ببرنامج، المعارضة قدمت بيانات كاملة وفيها مطالب واضحة في المراحل السابقة، نذكر اجتماعاتهم كان في وثائق حتى أو بيانات عرضت على الشباب ووافقوا عليها، وبعضها يعني غضبوا على النواب وغيروها وعدلوها بما يتواءم مع الشباب. طيب احنا نتكلم عن حراك عندهم مطالبات، لكن الموالاة مع الحكومة عندهم دستور وعندهم خطة تنمية وعندهم برنامج عمل حكومة، ومع ذلك كلهم فاشلين ما سووا شيء، شلون يعني؟ يعني انت تنتقد المعارضه وتخليها ورا؟ شوف ارجع انا اعيد لك جزئيه انا قلتها. نعم. لن ترى انجاز في ظل الوضع السياسي الحالي ان كانوا ليش ما في معارضه في ان كان كانوا موالاه او معارضه. حكومه لا نيه لها للانجاز، عاجزه، انا اتوقع عندنا خلل في النظام السياسي. وعلي معلش تحملني شوي، اتحملك باري طويل. يعني يا ابو علي هي الموالاه هذه اللي قاتلت عشان الحكومات، لا الحكومات اللي قبل ولا الحكومات الحاليه، الحين صارت مو زينه فجاه كذي. من اللي مو زينه؟ الحكومه. مو قضيه الحكومه مو زينه، انا شخص يمكن قدمت دراسه قبل 15 سنه في قضيه المطالبه بالاحزاب السياسيه. اوكي. الدستور يوم اقر سنه 62 اقر كحد ادنى. اوكي. وضعت ماده انه بعد 5 سنين فيك تعدل وتنقح الدستور، كل ما يزيد من الحريات. كل دساتير العالم فيها تعديلات، الدستور الامريكي تعديلاته وصلت 30 تعديل، دستورنا احنا الوحيد اللي بعد 51 سنه للان دستور ما تعدل، فهذا احنا اتوقع خلل طحنا فيه بسبه ترهيب البعض لنا انه لا تصير سابقه ولا ينفتح الباب. احنا عندنا اشكاليه ان المعارضه طول عمرها تسبب لنا الرهبه حتى في قضايا الاصلاح. كل شيء المعارضه حتى كل شيء الاخوان لا حتى المعارضه السابقه ما قبل المعارضه الحاليه. لما نتكلم على خلينا ناخذ بس نموذج نضربه مثل الكويتيه. الكويتيه ان جددوا اسطولهم فقالوا لك قضيه تنفيع، ان ما جددوا اسطولهم قالوا لك الطيارات بتطيح. اوكي انت تحط المشكله عطنا الحل. ما هذه المشكلة يعني انا عفوا استاذ ابو حمد، استاذ ابراهيم يعني قلت لك الخلل في المنظومه. انا متفق معك وانا قاعد اكد على هذه الجزئيه. انا مهما انت كانوا اقليه او اغلبيه يسعون الى الاصلاح انت عندك اشكاليه. السلطه لا تمتلك الشفافيه. انت محتاج تعديل جذري في الدستور. انا اتفق معك على هذه الجزئيه. انا بس بتكلم على مقترح، يعني حقيقه انا المقترحات اللي قريتها في البرلمان والله مقترح اكثر من رائع، بس انا متاكد ما راح يشوف النور. حق النائب اسامه الطاحوس مقترح بسيط، ان الحكومه على قضيه الطلبات 112,000 الحكومه في كل محافظه تسوي 5 مجمعات سكنيه، يتسع كل مجمع سكني حق 500 وحده سكنيه. تكون باجارات رمزيه. 2010 لا هذا مقترح الان، مقترح الان مقدم من اسامه الطاحوس. تخيل يزرع ثقافة مع احترامنا طبعا احنا، بس يزرع ثقافة عند الشاب. طبعا هي المقترح مقدم من اكاديميين اسامة معدل عليه. يزرع ثقافة عند الشاب الكويتي ان انت تتجه حق قضية الشقة في المستقبل. النقطة الثانية انت قاعد تخفف. ليش تسكنني بشقة وانت ساكن ب 2000 متر يعني؟ انا اتوقع انت تبي تنظر نظرة مستقبلية، ولا من يتكلم بهذه اللغة والفلسفة ما راح نوصل الى حلول. لا احنا في المستقبل قادمين للشغل. هي تشحن بطنك وانا شقنا شقنا اذا مو عيالنا عيال عيالنا. يعني احنا قبل عندنا نقول نخاف على عيالنا، احنا لا الان صرنا نخاف على نفسنا. كل التقارير ما تبشر بالخير، سواء تقرير السفيرة الامريكية ان الكويت مظلة 2020، حتى خطة الحكومة الان اللي قدمت خطة كارثية من سنة 21 لسنة 27-28 احنا نتكلم على عجز من 51 إلى 414 مليار دينار. مو صحيح كويتي. مو صحيح إذن
بغض النظر اذا هذا الكلام انا عارف اذا قبل هذا السؤال يجرنا هذا يجرنا الكلام معك على اساس انه بننتقل بس انا عفوا خليني اكمل جزئيه اسامه تخفف من عبء على هذا حق مقترح حق الشباب حديثين الزواج تخفف العب عليهم خصوصا الشاب اعطى 1000 دينار بيقعد 500 دينار هني تشيل عنا بدل اجار وتكلف 100 دينار اصبح واضح وبالتالي الاضافه انت تخفف العب على المجتمع في قضيه زي كلام جميل مع انه يعني في رد عليه انه يعني انت تبين تسكنني شقه وانا ساكن 2000 لا لا انت بالعكس حديث العهد بالزواج وعلى فكره هذا مو تملك انا حديث عهد الان اخر محور بينتهي لنا كيف تثق كمواطن في حكومه تطالبك في تطويل البال معاها وانك انت تسكن شقه وانك انت تاخذ قاري بدل السياره وهي تعطي المليارات للخارج وانت لا تجد ما ينهي مشاكلك يعني منطقيا شوف كيف تثق انا بعجاله اساس ان ننتقل الوقت انا لي رايي في هذه القضيه وحتى لي انتقاد كبير على دبلوماسيه الدينار اللي سموها قبل الغزو هذه افشل دبلوماسيه عهدتها الكويت 90% من مساعداتنا قبل الغزو راحت حق الدول اللي سميناها فيما بعد دول الضد بحجة أن هذه الفواتير السياسية ستعين الكويت في المستقبل وغيرها ولكن للأسف ما عانتنا الآن احنا قاعد نقع في نفس الإشكالية أنا أنتوا قاعدين الآن المواطن قاعد يعاني كل أشكال المعاناة سواء بنية تحتية سيئة خدمات صحية متردية خدمات تعليمية دون المستوى الغلاء المعيشي احنا الآن المواطن الكويتي يمكن بعد 5 أيام من استلام راتبه أتوقع عنده إشكالية في ميزانيته ولكن في المقابل احنا نشوف مليارات مهدرة في قضية الهبات والمساعدات ويا ريت كذي مليارات طيب. في المقابل مهدرة في مشاريع فاشلة وللأسف قاعد تروح لمتنفذين قبل لا ننتقل بس فيه رسالة من النائب السابق عبد اللطيف العميري يقول أي ادعاء بأن هناك مفاوضات أو صفقات بين المعارضة والحكومة أو السلطة كلها كذب وغير صحيح وتحدى من يدعي ذلك بإثبات هذا الكلام هذا راح نرجع لك أنك تقول كلامه مو صحيح هذا هذا كلامه أنت عليك الدليل كلامه مو صحيح أبو حمد مليارات تصرف في الخارج في سياسة تسعى لحماية مصالح الدولة تتحكمون على هذا الموضوع وكأنكم يعني تديرون دولة عظمى لا خطر عليها من دول أقليمية مجاورة يا أخي أنا مضطر أني أحمي نفسي يا أخي كلام سليم شوف أنا توني كاتب مقالة عن المساعدات والقروض الكويتية في الميزان وضحت أن كانت المساعدات والقروض واستخدام قنوات صندوق التنمية ما إلى هنالك في فترة من الفترات نتيجة أوضاع إقليمية كانت تعيشها الكويت لدعم قضاياها في المحافل الدولية قد تكون فشلت قضية سياسة دبلوماسية الدينار ولكنها يعني استطاعت يعني القيام يعني أن كان في حشد لدعم قضية الكويت خصوصا في عام 90 باستثناء 5 دول الضد اللي كانت أكبر المستفيدين من صندوق التنمية لكن السؤال كان هذا في السابق الآن شنو الوضع اللي يخلينا نستمر في السياسة؟ تغير السياسة الدولية احنا عندنا دول عظمى قاعدة تخرج من لحظة مع تردي خدماتك الداخلية سؤال رقم 1 صدام مقبور الآن فلا يوجد تهديد حقيقي ضعف البنية العسكرية للعراقي للنظام العراقي الحالي أمور كثيرة وأيضا حصل في تقارب أيضا الكويت علاقتها زينة في إيران وايضا التقارب الايراني كانت زينة لا لا ايضا التقارب الايراني الامريكي الان اللي قاعد يحصل في المنطقه قد يسبب نوع من هدوء المنطقه واستقرارها السعوديه هي عمق استراتيجي للكويت تربط يعني علاقات وروابط شنو التحليل يعني التحليل وين يقطك هني انا اقول لك التحليل وين يقطك اهداف ما في اهداف واضحه لهذه القروض ولا في رؤية واضحة يعني. إيه ثواني لما تقول لي دعم جهود التنمية في دول أفريقيا وأنت أساسا نموذجك أو تجربتك فاشلة هذا ما يدش في مخي لكن يدش في مخي أمر ثاني أو تحليل آخر أو في نموذج صار يعني كشف يعني انكشف في الربيع العربي خلنا نأخذ نموذج القذافي مثلا على افتراض أنا مو قاعد أسقط على النموذج الكويتي لكن في نماذج طلعت لنا خلنا نأخذ نموذج القذافي مجنون لا أدري إنه مجنون بس لا مو كان مجنون اصبر بس القذافي دفع المليارات للدول الأفريقية
وساعدهم في كثير من الامور، شنو كانت النتيجه؟ كان الهدف المعلن ان دعم القضايا الليبيه في المحافل الدوليه، لكن شنو كانت النتيجه؟ شنو كان؟ ان حمايته من الداخل. لا هذا مرتزق يجي لا ثواني ثواني طال عمرك لا صار على مستوى حكومات ان حمايه من الداخل. لما قامت الثوره استنجد القذافي بمجاميع حامته ودافعت عنه لفتره طويله من الزمن، يعني في الفتره هذه بسبب مساعداته. راح تطلع لك نماذج كثيره وتحليلات كثيره في ظل وجود عدم وضوح الرؤيه والهدف. الان احنا بس ثواني بس الان الوقت عشان اعطيكم الكلمه. ايضا في امور اخرى قد يشوبها هذه القروض والهبات مجموعة فساد، قضايا فساد، يشوبها اختلاسات، يشوبها تنفيع، امور كثيره تشوبها. طيب السؤال انت ليش ما توجه هذا الدعم والمليارات البرة لتصحيح البنيه التحتيه مالتك؟ امطار اغرقتك، صحه التعبانين، يعني تخيل طبيب لخدمه 4500 مريض. التعليم عندك اليوم 90,000 طالب كويتي في التعليم الاساسي في المدارس الخاصه، قاعد يرهق كهول الناس بالدافع لاني ابي تعليم جيد. في امور كثيره ليش ما توظفها علي داخل؟ هذه الامور وعدم توظيف الامور في خدمه الشعب تخليني والله العظيم اوصل الى قناعه ان الحكومه تكره الشعب. طيب هذا القناعه اللي انا واصل لها. اصبح واضح ابو علي. ما هي كلمتك الاخيره؟ ما هي تصورك للمستقبل في الكويت من الناحيه السياسيه؟ هو شوف انا يمكن بختم حتى في التعليق على الحديث. اي قوه النظام واستمراره هو بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الداخلي، وليس بالمساعدات والهبات والقروض حق دول، لان احنا تجربه فاشله في قضيه دبلوماسيه الدينار. الشارع مستاء، تلقى مساعدات، بناء طرق لدول اخرى وطرقنا تلفانه، بناء مستشفى واحنا ما اخر مستشفى بنا عندنا قبل 30 سنه. للاسف عندنا يمكن ذكر الاستاذ لغه ارقام بالفعل في الصندوق السيادي او حتى في الفائض السنوي، للاسف ما قاعد يوجه بطريقه صح. يعني شركه نفس شركه نستله تسوي لها دعايه رجال. لا ما ارباحها السنويه مو بحاجه لدعايه، ارباحها السنويه 100 مليار اكثر من الفائضي اللي يعني تقريبا ثلثين ميزانيتك 100 مليار وموظفه 270. احنا عندنا كويتي وافتخر يعني كل المنتجات عندنا مصنع البسكوت 276 الف موظف بس في شركه واحده. هل الكويت عاجزه؟ مو عاجزه، بس للاسف انا اعتقد هناك تخبط، هناك عدم مساءلة، عدم محاسبة. أنا أعتقد إحنا الآن إذا بنتحدث ما نتحدث على إصلاحات جزئية، نصلح التعديل الفلاني أو الجزئي، لابد يكون هناك تعديل جذري. نتكلم على إصلاح سياسي حقيقي، أحزاب سياسية وتداول سلطة، ما عدا ذلك أنا أتوقع هي عمليات ترقيع في ترقيع. وصراحة ودنا نوصل رسالتنا للحكومة، هناك استياء في الشارع ولازم أن يفهموا هذه اللغة. والله عارفة. أن يفهموا هذه اللغة. الاستياء في تزايد، في تصاعد، الشارع قاعد يعاني، ولكن للأسف الحكومة ما قاعدة تتلمس. أنا كلامي أوجهه إلى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك أن يكون قريب من الشعب وأن يفهم ما يدور في داخله. أسمع هذا كلمة لك الأخيرة يا أبو حمد. أنا أتوقع مستقبلنا سياسي فيه مشاكل ويعني وثغرات وعثرات كثيرة. لازلت أقول لك أن سبب الخلل عندنا واختلالات هي سبب منظومة. اليوم نتمتع بفائض اقتصادي كبير، مبالغ مالية طائلة، ولكن كما يقال يعني في مقولة معروفة تقول أفضل الحكومات أفضلها إدارة. وللأسف الشديد معايير الإدارة عندنا ضعيفة، وبلد قاعد يتآكل ويتهالك في ظل الوفرة المالية. حتى في قضية أنه والله عندنا عجز، هذا أمر غير طبيعي. يعني حتى لما نقول لك نبي نفرض ضريبة على المواطن لتسكير العجز، هذا أمر غير منطقي. أنت قاعد عندك فلوس ودخل وثروات و و و و اتجه إلى توسيع أو تنويع مصادر الدخل. أمور كثيرة الواحد، ولكن الواحد يعني يقول اللهم احفظ الشعب الكويتي والكويت من كل شر، وإن شاء الله القادم أجمل، ونتفاعل في الأمر، وإن شاء الله رب العالمين أن يوصلنا إلى طموحاتنا إن شاء الله. نشكر لكم الحضور في هذه الليلة. أول قبل لا نختم، يقولون أنك إخواني صحيح أبو إخواني؟ لا مو من إخواني. لا لا أنا يعني أنا تربطني علاقات كثيرة مع مجموعة من الشباب. هذا السؤال مطلوب ترى مني من لا لا أنا 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 يعني شخص مستقل، شاب كويتي اكاديمي مو من الاخوان. لا ما اوكي بس عشان
نشكر لكم هذه المتابعة أعزائي المشاهدين، نشكر ضيوفنا الأعزاء، نشكر مخرج البرنامج حسان روب ومعدل البرنامج علي الخالدي، ونلتقي معكم في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل. تمسوا على خير.